عارفين طبعا ان المباراه صعبه جدا، واحنا الماتش الاولاني كنا كانش معانا التوفيق، عشان كده احنا الماتش بتاع بكره ان شاء الله بالنسبه لنا احنا جايين محضرينه كويس جدا، وان شاء الله نرجع بالفوز ان شاء الله. بالفعل احنا جينا لعبنا هنا مع سان داونز هنا في جنوب افريقيا، وبالنسبه لنا كنا في وقت كتير بيبقى يعني ظروف مش مسامحه ان احنا نلعب في وقت الظهر مثلا بتاع، بس دي مش يعني ماتش علينا وليهم، بس ان شاء الله بكره ان شاء الله هنرجع بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله يكون اول فوز بكره ان شاء الله. هو لا ما فيش حاجه نفسيا خالص، بس هو ما فيش حد دلوقتي بيلعب الساعه 3 الدور دي خالص دلوقتي، او احنا بنتكلم في بطوله كبيره زي دلوقتي بطوله افريقيا يعني، والناس كلها بتتمتع بالبطوله وتلعب فرق كبار، فرق كبيره زي سان داونز وفي فريق زي الاهلي، لازم نلعب في جو كويس. احنا بيختاروا على طول ملعب يعني ما بيلعبوش فيه طول السنه، وفي الاخر يلعبونا في الملعب ده، حقه مشروع بتاعه عايز يكسب في الوقت اللي هو شايفه. انا بالنسبه لي برضو انا باجي هنا بلعب على الفوز، ولا بلعبش على التعادل، ولا بلعب على الفوز. في الاول في الاخر هو ظروف ماتش، احنا كده كده ان شاء الله بكره مركزين وبنحضر الماتش دلوقتي بشكل كويس، ان شاء الله يكون زي ما قلت هيبقى اول فوز لينا بكره ان شاء الله. اكيد طبعا احنا اخر 6 نسخ واصلين النهائي، طبعا انت عارف النادي الاهلي على طول في اي بطوله بالنسبه له لازم يوصل ياخد البطوله، بالنسبه له رقم 2 بقى بالنسبه له خرج من البطوله. بالنسبه لنا احنا عارفين ان السنه دي بطوله قويه جدا، وكل الفرق مدعمين بشكل كويس جدا، وانا بتفرج على البطوله بطوله افريقيا الفرق اللي موجوده كلهم مدعمين بشكل كويس، والبطوله السنه دي قويه عن السنين اللي فاتت، يعني هي كل سنه بتبقى اقوى من الاول، عشان كده اللعيبه مركزه وعارفه اهميه البطوله، واحنا كلنا مركزين ومحضرين بشكل كويس. طبعا احنا كنا لسه طالعين من ماتشات من كاس العالم ومن ماتشات الدوري والكلام ده كله، بس احنا برضو محضرين خلاص، احنا بقى عندنا خبرات الفتره اللي فاتت دي كلها من ضغط المباريات والكلام ده كله، بس الفرقه عارفه يعني ايه اهميه البطوله بتاعت افريقيا، وبالنسبه لنا ان شاء الله يكون بكره ان شاء الله مكسب لينا، ويبقى معانا التوفيق بكره ان شاء الله برضو.